فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. عند رؤية الهلال رمضان في معظم بلاد أفريقيا يختلف، ما نستطيع أن نرى الهلال في يوم الأول، وتجد الناس بعضهم يستمعون مثلا في من الدول الإسلامية رأوا الهلال وصاموا معهم، وبعضهم يقولون نحن لا نختلف مطالعنا مع تلك الدول، وتجد الناس مختلفين اختلافا كبيرا، بعضهم يقولون أنتم تتبعون الدولة مثلا الدولة الوهابية، وبعضهم يقولون يعني كلام كثير، فما هي الرأي الصحيح في هذا الحال؟ الرأي الصحيح أن ننظر إلى ما يقرره علماؤهم هناك وقضاتهم، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وكونهم يقتدون بالدولة الفلانية أو الدولة الفلانية مع أن حكامهم الذين لهم الحكم في هذا لا يرون أن يتبعوهم، فهو خطأ منهم فيما نرى. نرى أن يتبعوا قضاتهم، إذا حكموا بدخول الشهر لزمهم ما يلزمهم من الإفطار في العيد أو الصوم في دخول الشهر شهر رمضان. نعم، فالناس تبعوا لإمامهم، إذا صاموا صام، إذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا. نعم.